ناس كتير قالت مش هتتعلم وتعلمنا، وناس كتير قالت مش هتنجح ونجحنا. كانت حصلت لي حادثة وأنا عندي 3 سنين أو 3 سنين ونص، فوصلنا إلى إن في شلل أطفال بالساقين. هنا كانت نقطة تحول، إنك تكمل حياتك أو تقف عند النقطة دي وتستنى اللي يعمل لك حاجتك أو اللي يعينك على مشقات الحياة. العجلة كانت من أول الأجهزة اللي أنا عملتها طبعا بمساعدة والدي، لأن أنا كنت طفل من الأطفال اللي حابب يلعب ويندمج في وسط الأطفال الطبيعيين، فكان طبعا مع الألم ومع الإعاقة اللي موجودة في الرجل كان لابد من إن يحصل فيه تطور للأقدام إن هي تقدر تتحرك. قدرت ان اشتري الحديد وقطع الغيار واصمم انا التجهيزة، وقدرت ان انا ارجعه لطبيعته بعد ما كان لا يصلح ان هو يكون موتوسيكل لذوي الاحتياجات الخاصة. دايما بحاول ان انا اعمل قناة على اليوتيوب بعمل فيها مبادرة لدمج ذوي الهمم في المجتمع عن طريق التعلم وكورس انجليزي مجانا، وكمان بوريهم الاجهزة والحاجات الطبية اللي ممكن تفيدهم، بالاضافة لمناقشة جميع القضايا والمشاكل اللي بتتعلق بذوي الهمم. الأجهزة والحاجات اللي احنا صممناها او اللي احنا عملناها انا ووالدي كانت طبعا من منطلق ان انا ما اقعدش حبيس لحاجة معينة، يعني لازم تتعلم، وكل الحاجات والأفكار دي جات لي من منطلق العزيمة والإرادة هي اللي تحركني وتخلي مفيش أي حاجة عندي اسمها صعب أو ما ينفعش إنه يتعمل عشان ظروفك.